فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر في الدرس ذكر النظر إلى المردان، فما المقصود بالمردان وما السبب في عدم النظر إليهم ومجالستهم؟ ما أظن أحد منكم يجهل من هم المردان. المردان هم الصغار الشباب الذين لم تنبت شعورهم ولحاهم، هذا هم المردان. فيهم فتنة، بعض العلماء يقول أنهم أشد فتنة من النساء، أنهم أشد فتنة من النساء لأن الشيطان يزينهم أكثر. نعم.